السلام عليكم، أنا ميلودي، إن شاء الله الجميع بخير. طبعاً شرحنا اليوم مختلف، أريدك تركز وياي. شرحنا اليوم راح يخليك تكسب جواهر أسبوعية من 5000 إلى 15000 جوهرة، كذلك راح يخليك تحصل على سيرفر تجريبي تقدر تجرب الأبطال والتحديثات قبل نزولهم للعبة، كذلك حتى السكنات تقدر تشوفها وتطلع عليها والأحداث اللي تنزل قبل نزولها للعبة، كذلك راح تحصل على بطاقات تجريبية لجميع السكنات قبل صدورها بيوم أو يومين. يعني إذا نزل سكن ليجند، إذا نزل سكن إبك، أي سكن ممكن أنت ما تريد تشتريه بس تحب تجربه، ومستحيل مثلا تحصل بطاقة تجريبية لسكن ليزلي أو سكن جوني بار الليجند، فراح تقدر تحصلهن قبل لا ينزلن حتى. كل اللي أريده تركز وياي حتى ما يفوتك شيء من الشرح. بس قبل ما نبدأ بالشرح خلينا نشوف من الفائز ويانا من الفيديو السابق. ألف مبروك لأخونا ثائر فاز بالعجلة. طريقة الاشتراك بالعجلة السحرية، اشترك بالقناة وخلي لايك وعلق أي تعليق، وبكل فيديو راح يفوز ويانا فائز بالعجلة السحرية. طبعا ثائر حظه كلش حلو، فاز بسكين لايت بورن. أتمنى يراسلني على الانستغرام حتى يستلم جائزته. ولا ننسى إن شاء الله غدا عندنا سحب على جيفاوي على سكين كونفو باندا. راح اترك لك رابط هذا المنشور بالوصف اللي هو منشور الجيفاوي، تدخل عليه تتابعني، وكل اللي عليك تسويه ببساطة تنشر اي منشور يخص اللعبة، سواء سكرين شوت الداخل الجيم او سكرين شوت للهيستوري مالتك، او تنشر على اي سكن انت تحبه، وتكتب هاشتاج جيش ميلودي. هاي اهم شيء، لان انا راح اختار الفائز عن طريق جيش ميلودي. كيف راح اختار الفائز؟ راح اختار 5 أو 6 اشخاص من الهاشتاج بصورة عشوائية واخليهم بعجلة الحظ، والفائز راح يقدر يختار اي سكن من سكنات كونغ فو باندا. بالنسبة للناس اللي نشرت مسبقا وسألت هل نقدر ننشر منشور اخر، طبعا كل ما تنشر اكثر راح تزيد فرصة فوزك اكثر، لان الاختيار عشوائي، فبالتالي اذا طلعت لك منشورات اكثر بالتأكيد راح يتم اختيارك ضمن اللي نشروا. وهسه لا تنسون رابط المنشور مال جيف اواي بالوصف، وقلت لكم الشروط سابقا، وهسه خلونا نشرح على برنامجنا. البرنامج اللي راح نشرح اليوم او النظام اللي راح نشرح اليوم باسم KOL. شنو هذا KOL؟ هو عبارة عن صناع محتوى موجودين على اليوتيوب او موجودين على الفيسبوك او موجودين على التيك توك. شنو اللي تحتاج تعرفه حتى تنضم لهذا النظام او تنضم لهذا البرنامج؟ نبدأ اولا باليوتيوب. اول شيء تحتاجه 500 مشترك بالقناة. ثاني شيء لازم اقدم مقطع عندك الموبايل ليجند يكون قبل شهرين، وبمعدل 5 فيديوهات بالشهر الواحد، ولازم الفيديو الواحد ما يقل عن 3 دقائق، ولازم كل فيديو من هاي الفيديوهات يجيب 100 مشاهدة كحد ادنى. بكل هذه البساطة 100 مشاهدة و500 متابع راح تخليك تنضم لبرنامج الكول. راح اترك لكم رابط تقديم على البرنامج الكول الخاص باليوتيوب بالوصف للي محقق هاي الشروط. والان ننتقل لشروط التيك توك. مثل ما موضح امامكم، المطلوب الاول انه يكون انت عندك 600 متابع، بعدها لازم يكون عندك اجمالي مشاهدات شهرية 7000 مشاهدة بالشهر. بالشهر اللي راح تقدم بيه لازم انت اقل شيء يكون عندك 11 فيديو، 2 من ادهن فيديوهات تعليمية باللغة العربية تشرح بيها على ايتم او بطل معين، وكذلك مذكورة هاشتاقات لازم تخليها بالوصف مال الفيديو مالتك. وباقي الشروط جدا سهلة، مثل ما تشوفون الامر جدا سهل، يحتاج من عندك بس تبدي تبلش تصنع المحتوى اللي انت تحبه، سواء كان ادت او سواء كان شرح تعليمي او سواء كان شي كوميدي انت راح تختار. قبل لا اشرح لكم شلون تبدي وتبلش من الصفر، خلوني ادليكم على قناة راح تخليك تحترف لدرجة انه انت تجيب لقطات حلوة حتى ممكن تسوي محتوى حلو. طبعا القناة هي لصديقنا The Ghost. القناة راح تقدم لك شرح مفصل عن جميع الهيروات، راح تقدم لك عن كاونتر الفايتر وكاونتر الاساسن وافضل ايتمات ممكن تستخدمها، راح يعطيك شرح مفصل ومبسط، وبنفس الوقت انت راح تستمتع وانت تشاهد الفيديو، ما راح يكون عندك ملل. راح اترك لكم رابط القناة بالوصف، اشتركوا بها واستفادوا من الفيديوهات اللي يقدمها. كذلك راح اترك لكم رابط قناة على التليجرام. شنو فائدة هذه القناة؟ هذه القناة بها تقريبا 1500 صانع محتوى، اللي يسوونه انه بعد ما ينشرون الفيديو على التيك توك او اليوتيوب يدزون الرابط بهذه القناة، ولازم انتو واحد يدعم الثاني. اذا انت بديت وخليت الرابط مالتك وطلعت ما حد راح يدعمك، فانت اللي تسوي ادخل على الفيديوهات اللي تشوفها بالبداية فيديوهين 3 ادخل وانطي لايك واطلع. كذلك انت من راح تنطي رابط الفيديو مالتك راح يسوي لك نفس الشيء، راح تجي تلقى لايكات ومتابعين. هذه راح تكون ابسط مساعدة ممكن اقدمها لك وانت بادي من الصفر.
وأحب أذكركم بعرض السيزن أنه أنت تقدر عندما تشحن لأول مرة بقيمة 20 جوهرة أو أكثر راح تقدر تحصل على إطار مجاني، وكذلك راح تقدر تشتري سكين فارمس ب 100 جوهرة فقط بدال 600 جوهرة. خلونا نشوف السكين وإفكتات السكين. طبعا فرمس حاليا من الهيروات الاوبي واللي موجودة بالهاي رانك بسبب قوته وقدرته على انه يصير هيرو جدا قوي ومنيع بالتيم فايت. خلوني افهمكم شنو الفرق بين السبورت اللي ممكن يسوي جانج سريع وبين التانج اللي ممكن يسوي جانج بطيء. طبعا فرمس من الهيروات اللي تقدر تسوي جانج سريع وتساعدك تخليك تتفوق على التيم اللي ضدك. افضل وقت تاخذ بيه فرمس هو من يكون تيمك الجنجلر مالته تانج او الجنجلر مالته فايتر مثل بالاموت او اليوس او الدوس، فهاي افضل وقت تاخذ بيه فرمس لان راح تقدر تساعد الجنجلر مالتك يفوت تحت التور، يفوت حتى للبيس بسبب الالت اللي ممكن تقدمه له. لذلك في حال شفت انه تيمك ما اخذ فرمس او ما حد عندك فرمس وانت تلعب بالهاي رانك بالميثيك او الميثيك جلوري، فمباشرة احضر فرمس اللي ممكن يسبب لك مشكلة جدا كبيرة في الجيم. والان خلوني اعلمكم حركة بسيطة تقدر تستخدمها بالهيرو اورانوس. طبعا اورانوس حصلنا كنا سكن السيزن، لكن كثير من عندكم ما يعرف استخدام اورانوس. ببساطة اورانوس هيرو يمكنك من القضاء على اي ماركسمان اذا كان عندك درع الانصال والانتقام. بس اكو حركة جدا بسيطة انا احب دائما اسويها بالتانقات، خصوصا التانقات اللي ممكن تلعب دمج سحري. ببساطة انه انت من تشتري الانتي هيل اشتري وياها صولجان الجحيم. من راح تهاجم اي عدو امامك وتنسحب من الفايت راح يظل الحرق متفعل، فما دام الحرق متفعل كذلك راح يظل الانتي هيل موجود. ففرضا انت لو دخلت فايت ولنفرض انه متت او انسحبت بسبب الاتش بي مالتك يكون قليل، فراح يظل تاثير الحرق موجود، بالتالي الانتي هيل راح يظل موجود، وبهاي الطريقه انت راح تساعد تيمك. بس انا انصحكم انه تستخدمون الانتي هيل او تستخدمون هذه المهاره مع الاكثر التانكات اللي تلعب ميج مثل ابسط شيء عندكم جاتوت كاكا او بيكسيا، وفي الغالب يستخدمونه كذلك لاعبين جلو. اتمنى تكونوا استفاديتوا من محتوى الفيديو. اذا عجبك الفيديو لا تنسى تضغط لايك واشتراك بالقناة. في امان الله.